مرحبا متابعيني الحلوين، إن شاء الله بتكونوا بصحة وعافية يا رب. اليوم بدي أعمل كيكة الكاكاو المبللة بصوص الكاكاو، كتير طيبة وسهلة وسريعة ونكهتها كتير كتير لذيذة. إن شاء الله بتجربوا طريقتي وبتعجبكم. وهلأ يلا نحضرها سوا. هلا المكونات اللي بتلزمني للكيكة: 3 بيضات بحرارة الغرفة، وكاسة ونص سكر، كاسة ونص حليب، وكاسة زيت أبيض، وكاستين طحين، طحين جاتو، ومعلقتين بيكنج باودر صغار، ومعلقة صغيرة فانيليا، و3 معالق خام كاكاو، هو خام يعني ما له سكر، 3 معالق، معالق الطعام. هلا أول شي بدي أحط البيض، والسكر نحطه. هلا بدي هلا مثل ما شايفين بعد ما خفقتهم هيك صار قوامه. هلا بدي اشيل كاسة انا منها قبل ما نحط الطحين، البيكنج باودر والفانيليا، هيك كاسة ما هي ملانة كتير، ناقصة شوي. هلا بدي احط الفانيليا، البيكنج باودر، هلا عندي هذا القالب الكيك، بدي ادهنه شوية زيت. تريدوا تدهنوا زيت وبس وتكتوه، وتريدوا تحطوا له طحين هيك تغبروه مشان ما يلزق كمان. انا هي الطريقة على طول بستعملها، محارم تغبوا، وهم بنغب الزيت ما بياخد زيت كتير، وهم هيك تمسحوا بأطرافها كلها تعبوها ما يكون زيت كتير كمان. صح غبرته انا، لو كتير انتو بتستحكموا تغبوا بهاي المحارم كمان هيك. هلا هيك كويس، رح احط له طحين هيك، تريدوا كلها توصل كمان.
هلا هيك هلا هاي الزيادات بتفضوها نفس الطبق هيك بتدقوها شوي صغيرة مجلة هيك طلعت هلا بدنا نكت الكيك خليطها بسم الله إذا عندكم زورة أكبر بتكتروا الكمية أنا هذا مناسب له هلا هيك دقوا دقة صغيرة هلا انا بدي احطه على بقلب الفرن بالرف النصين بدي احطه على حرارة 180 انا بشغل فوق وتحت يعني بس بالرف النصين بحطه ما بحطه بارضية الفرن مشان ما يحترق بالرف النصين على الشبك طبعا من اي كل فرن فيه له شبك بالنص تحطوه عليه كتير كويس ما بيعلق يعني ولا بحترق منه وهيك بصير خبزه كتير مريح وانا ما بحمي الفرن قبل ما احطه بحطه بشغله بخليه يحمو مع بعض يعني ينتفخ مع بعض حماويته ما انه يكون سخن واحطه هيك فرني يعني تعودت عليه بقى انتو شلون فرنكم بتساوي مثل ما فرنكم هو شلون انه تعودين عليه خبزه والله بعد ما طلعته من الفرن مثل ما شايفين طلعوا هيك هي بس طلعت ناشفه السكينه معناتها انه هو كويس انخبز حتى لو تشكشك كتير معلش انا رح اشكشكه لاني بدي اكلت له الصوص هيك بس شوفوا كله مستوي وكتير كويس هلا هاي الكاسة اللي شلتها من الخليط قبل ما احط الطحين بدي اكتها كاسة الا هيك نقطة يعني ناقصة ما كتير بدي احط لها شي كاسة ونص حليب هاي كاسة وهي نص هاي لاني نبلل فيها الكيكة نشعل عليها الغاز هلا بنحركها لحتى هيك تسخن قبل ما هي تبلش لتغلي بنطفي عليها وهلا مثل ما شايفين انا عم بقطعها عندها قطع مثلثات تريدوا مربعات تقطعوها على كيفكم مثل ما بتحبوا والصوص انا خليته يغلي شوي يعني شغلت غلوتين وطفيت عنه وتركته يبرد شوي وبعدين بدي اكدته هلا لتحضير الصوص اللي بنحطه فوق الكيكة هو هذا الصوص بنشتريه جاهز يعني من البيم عايشين بتركيا يعني بالماركت بيشتروه كتير كويس وطيب فيكم تظبطوه بايدكم كمان تساووه بالبيت شي نهار بنزلكم الطريقة هلا هو بلزمه كاتبين مرة انه بلزمه 500 ملي حليب انا راح احط له 250 كويس 250 يعني مشان يصير سميك شوي احسن يعني اطيب بطلع الصوص هلا انا بدي احركه بدي اشعل عليه الغاز وهضل احركه لحتى يغلي ويسمك ويتقل وهي شغله معلقه سمنه او زبده انا زبده حيطه بتريدوا زبده بتريدوا سمنه ما بتفرق بيعطي لمعه كثير يعني كويس معه هلا بنضل منحركه لحتى يتقل هلا مثل ما شايفين انا عم بحركه بضل بحركه لحتى يتقل ويسمك والزبده شوي شوي رح تدوب
هلا مثل ما شايفين بلش يغلي عندي. هلا هيك حاج رح طفي الغاز عنه. والصوص شو ما بدكم، بدكم تقللوا بدكم تكتروا على كيفكم. وتابعيني الحلوين، بعد ما خليته بالبراد شغلت شي ساعة وطالعته، وإذا بتحبوا تخلوه أكتر خلوه. بدي أزينه بالجوز، أنا إيش بتحبوا زينه، يعني بتريدوا زينوه باللوز، فستق حلبي، جوز الهند، إيش ما بدكم، شوكولات. متابعيني الحلوين مثل ما شايفين هيك شكله النهائي، كتير كتير شكله حلو. يعني فيكن تقدموه هيك لضيوفكن لعائلتكن، كتير حلوة وطعمتها كتير كتير طيبة. بتمنى تجربوا طريقتي وإن شاء الله رح تعجبكن، كتير هيك هشة وطرية، يعني طعمتها ما بتنسوها، يعني اذا ذقتوها رح على طول تساووها. ان شاء الله بتجربوا طريقتي وبتعجبكم، وان شاء الله صحتين وهنا. وهلا بدي اقلكم الداخل على قناة جديد، بتمنى يشترك بقناتي ويفعل زر الجرس ليصلوا كل شي جديد انا بنزله. سلام.